دكتور خلدون، هل تعتقد بأن أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي هي في خطر الآن؟ هناك من اعتبر أن رسالة الناتو للصين وروسيا بمثابة بيان حالة الاستعداد القصوى بالحلف وإمكانية تفعيل المادة الخامسة، والتي تنص كما تعلم على أن أي هجوم على أي دولة داخل حلف شمال الأطلسي يعتبر هجوماً على كل الأعضاء. وكيف قرأت الرسائل من الغرب من خلال هذه المناورات؟ أهلا بك يا عزيزتي جمانة وبضيوفك. ربما أبدأ من الشق الأخير من سؤالك. يعني نعم، هناك استعداد كبير ربما غير مسبوق، لأن هناك حرب حقيقية الآن كبيرة تهدد الكثير من يعني تعيد بناء العالم. هناك أقطاب تتشكل منخرطة، دول الغرب بشكل كبير عبر الناتو، بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والاتحاد الأوروبي، معظم دول الاتحاد الأوروبي. وهناك أيضا من جهة أخرى أقطاب أخرى شرقية لنقول تريد أن تظهر إلى الساحة، تريد مواجهة القطبية الأمريكية الواحدة المدعومة من قبل أوروبا بشكل واضح. وبالتالي نعم، الموضوع ليس مجرد رسائل. نعم، هناك ردع، بمعنى أن يعني أنا قناعتي الشخصية مثلا أن السلاح النووي قد استخدم في الحرب على أوكرانيا دون أن يستخدم، بمعنى أن التهديد مثلا بالسلاح النووي كان جزءا من الحرب، جزءا من الأسلحة المستخدمة. ليس يعني من الضروري أن يتم إطلاق القنبلة النووية أو صواريخ تحمل قنبلة نووية لنقول أن النووي قد دخل في الحرب، لكن التدبير فيه التأكيد عليه هو جزء من هذه الحرب. الآن المناورات تأتي ضمن هذا السياق، تأتي ضمن استعراض القوة، التحديد أيضا الحدود، ويعني إلى أين يمكن للناتو أن يتوسع، وهذا ما لا تريده أوروبا بشكل واضح. الشق الثاني وبسرعة، نعم هناك دول متخوفة بشكل واضح، متخوفة الآن أطماع روسيا، وبخاصة أن روسيا مثلا على سبيل المثال ميدفيديف يقول الآن أن لم يعد فقط الدونباس هدف روسيا، وإنما إسقاط نظام كييف والوصول إلى كييف. وبالتالي الآن يطرح سؤال، إلى أين ستنظر روسيا بعد خيرسون وباخموف؟ هل ستذهب إلى كييف؟ وبعد كييف ماذا سيكون؟ إذن هناك نوع تخوف حقيقي.